مشاهدي متابعي قناة وطن دبليو تي في، اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. ارتفاع مناسيب المياه، وهناك دعوات كبيرة من قبل العراقيين حول ادخار المياه الى فصل الصيف مع ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، واليوم ارتفاع هذا المنسوب يفاجئ البغداديين، وهناك مطالب كثيرة يعني بتنظيم السياسة المائية من قبل الحكومة العراقية. راح نتعرف على الاجراءات اللي مفترض الحكومة او الخطة اللي وضعتها لتفادي يعني الفيضانات والغرق ولا سامح الله، وايضا تفادي أزمة الجفاف في فصل الصيف وكسب هذه المياه لصالح يعني المخزون المائي. ننتقل ويا ضيفي اللي راح يشاركني الحديث اللي موجود وياي عبر سكايب، ارحب باستاذ عادل المختار خبير مائي وزراعي. حياك الله استاذ عادل. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عادل. اليوم ارتفاع مناسيب المياه، هناك مخاوف كبيره من ارتفاع منسوب مياه بدجلة، واليوم ما هي السياسة المائية اللي مفترض من الحكومة العراقية أن تضعها لتفادي الغرق والفيضانات؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا طبعا الموضوع المهم، ولو سمحتي لي أرد أسوي فد مقدمة حتى جمهورك الكريم يعرف كميات المياه اللي سقطت اليوم. الأمطار اللي جت بالشمال والشمال الشرقي ومن ثم شرق البلاد، في الشمال حقيقة كانت الأكثر الأمطار جت بعد سد أليسو، يعني بعد سد أليسو باتجاه الحدود العراقية، وهذه ما تخزن في تركيا وإنما تجي كلها للعراق، بالإضافة للإطلاقات اللي أطلقتها تركيا، معناه وصلت تقريبا حدود 750 إلى 800 متر مكعب بالثانية عبر على طريق سد الموصل، وبدينا نخزن بحدود 600 متر مكعب بالثانية، نخزن 600 ونطلق 200 متر مكعب بالثانية. نعم. إذا رحنا شوية باتجاه الشرق نجي من جهة الزاب الأعلى، حقيقة إيرادات ضخمة جتي تقدر بأكثر من 1000 متر مكعب بالثانية، وهذا رقم جيد، وهذا ايضا سنويا يجينا، وكميه المياه اللي تجي عزاب ما عليها سدود فكلها تجي مباشر للعراق. نتمنى ايضا كتوصيه انه تقام سدود عراقيه على زاب حتى نخزن هاي الكميات بدل ان نتركها تروح بهذا الشكل. الشيء الاخر حقيقه جت ايضا من ادياله جنوبا، هناك سيول بكميات كبيرة أيضا جتي، وهذه المياه اللي جتي من الزاب ومن السيول دعمنا بها الأهوار ودعمنا بها القطاع الزراعي الري الثالثة، وأيضا دفعنا اللسان الملحي عن البصرة. حقيقة هذا الملف المائي بشكل اليوم مش قد خزننا مي حتى يكون الملف واضح للكل. المطرة الأخيرة كانت كمية الخزين مالها مليار واحد فقط، وتصريح وزارة الموارد المائية تقول من شهر كانون لحد الآن خزننا بحدود 5 مليار متر مكعب، يعني اليوم تقريبا بحسب الأرقام اللي وصلتنا معناه اليوم احنا قربنا على 10 مليار متر مكعب الخزين مالنا، قريب 10 مليار. الشيء اللي أرد أقوله، الصيف المضى كان 11.5 مليار، الصيف المضى كان الخزين مالنا 11.5 مليار، بينما اليوم 10 مليار، يعني عندنا 1.5 مليار عجز مائي. وأيضا هناك رية الفطام، الرية الأخيرة للفلاحين اللي زرعوا، وتقدر ب1.5 مليار، يعني عندنا عجز مائي 4 مليار عن الشتاء، عن الصيف الماضي اللي وزارة الموارد المائية تقول عبرناه بصعوبة. إذا عندنا عجز مائي 4 مليار عن الصيف الماضي. هذا التحليل الكامل لواقع الأمطار لحد الآن. نعم. زين أستاذ عادل، إحنا اليوم شلون نستغل هذه المياه ويعني ارتفاع المناسيب ونحولها لصالحنا؟ حقيقة يعني أنا أقول شيء واحد فاتني أن أذكره. اليوم أكو إطلاقات وزارة الموارد المائية أطلقتها من الإيرادات تقدر ب 1500 متر مكعب، أنا بتصوري كان المفروض تروح للثرثار حتى تدعم الخزين، لكن هم أطلقوها للأهوار حتى يدعمون الأهوار. أنا أقول فد ملاحظة، يعني أنت المفروض بالأهوار
تحافظ على منسوب ثابت، على سبيل المثال نص متر أو 70 سنتيم، هذا تحافظ عليه سنة بالسنة كلها. يعني أنت بدل ما اليوم تدفع للأهوار وتوصله متر ونص وبعدين من يجي الصيف تنشف وتصير 20 سنتيم، هذا المبدأ خطأ. حافظ لي على منسوب ثابت وأديمة أحسن مما يكون غزير بالشتاء وجاف بالصيف، هذا المفهوم. اليوم أيضا لو تسمحي لي أرد أتكلم في موضوع آخر مدعم لهذا الموضوع، التغير المناخي. نسمع الكل يصيحون التغير المناخي هو سبب، هو التغير المناخي قال كلمته، قال إنه العراق راح يتعرض لجفاف، انتهت. وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية وكل الخبراء والعلماء قالوا العراق في العراق يتعرض لجفاف. إذن واضح أنت رايح لجفاف، لكن إحنا نشوف لحد الآن سياستنا المائية والزراعية هي أيام الوفرة المائية، أيام كانت الأمطار والفيضانات، هذا خطأ. المفروض نتوقف ونعيد النظر بالسياسة مالتنا ونتبنى سياسة تواجه الجفاف وشحة المياه، هذا المبدأ. لكن مع الأسف نشوف لحد الآن الزرع هو بالري السيحي مجرد حتى تنتج حنطة وما يهمك المي، وهذا الموقف اللي وصلنا له ما أشبه بالصيف المضى. أرد أقول شيء واحد، هو هاي السياسة بالشتاء الشعب يفرح اكو أمطار ويتونس، وبالصيف يجي يقول ماكو مي، لعد المي وين دا يروح؟ هو هذا السؤال اللي يجب أن يجاوب عليه وزارة الموارد المائية، أنه هذه السياسة خاطئة. اليوم نتبنى سياسة أستاذ عادل، سبق أن وعدت الحكومة يعني بعد الأمطار اللي صارت بحدوث نقلة حقيقية بموضوع المياه وملف المياه، زين شنو هاي النقلة اللي ممكن تحدث؟ وين أكو نقلة؟ لحد الآن عندنا عجز، وين أكون؟ وبعدين حسب التصريحات الأخيرة من الحكومة ست أنا بس أرد أوضع للجمهور، يعني يا نقلة تتوقعها وانت ليه هسه الخزين مالك 10% من الفضاء الخزني مالتك، يعني فراغ كله. طيب الشيء الآخر هي وين هالأمطار؟ هي هاي الأسبوع جت، هذا الأسبوع 8 أيام، هي هاي الأمطار، هل جت هاي الأمطار نقلب الدنيا؟ لعد 2019 أيام الموجة الفيضانية خزننا ما يعادل 60 مليار متر مكعب، هذه أرقام. أنت اليوم تجي بعد مطرة واحدة وتصيح يعني تحسن، وين تحسن الوضع؟ فلذلك احنا نتأمل أمطار أخرى حتى ندعم الخزين مالتنا، حتى بلكت نوصل مثل الصيف الماضي. تتصورين طموحنا؟ يعني احنا هسه أقل من الصيف الماضي ب4 مليار. زين، بعد ارتفاع منسوب المياه هل هناك خطورة من هذا الارتفاع ومخاوف؟ حقيقة هذا الارتفاع كله يمثل فد يومين ثلاثة راح يبدي ينزل وتستقر الأوضاع. إذا ما جت أمطار أخرى يعني هذا الارتفاع مسيطر عليه. مع الأسف هم دفعوا كميات 1500 متر مكعب بالثانية، أعتقد هذا رقم ضخم، كان لازم الألف كافي حتى لا يصعد على الحوافي أو المحرمات النار ويمشي بانسيابية، لكن هم دفعوا 1500 حتى يمشون للأهوار والزرع. الشيء المفروض كان تدعم للثرثار حتى يضمون الخزين المائي حتى يدعمون الصيف الأهوار بالصيف. نعم زين أستاذ يعني عادل، اليوم أهم المحافظات اللي مهددة في حال لا سامح الله تزايد هذا الارتفاع. لا هو يزايد منين يجي؟ هو يعني ماكو شيء اسمه زيادة، هاي موجة يعني موجة مطرية قوية، لكن هم بدل ما يدزوها للثرثار وتنتهي المشكلة يسربوها للثرثار، وكان الله عبو هم اضطروا أن يحولوها على بغداد وتروح للأهوار من هذا الجانب. لكن هذه موجة مسيطرة عليها، ماكو أي تخوف، سوى أنه الكمية اللي دفعوها 1500 أنا أتصور ما كان لازم، يعني 1000 تكون جيدة حتى لا تثير الرعب بالعراقيين، خصوصا إحنا عندنا عجز مائي، يعني سدود كلها فارغة. يعني على سبيل المثال الثرثار واحدة يراد له 45 مليار متر مكعب فضاء فراغ خزني فراغ. فلذلك أنت تخيلي يعني إحنا ليس بعد كل شيء ما خزننا، ما قلت كل الخزنة بهذا الشتاء 5 مليار فقط،
احنا كنا 4 مليار وكسر الخزين وضفنا له 5 بعد، وين وين؟ يعني فراغ خزني كبير جدا. نعم نعم استاذ عادل، يعني الزراعه العراقيه بدات تنهار بسبب الجفاف في العام السابق، بالتالي اليوم بعد هذا المياه وارتفاع المناسيب برايك ممكن ترجع تنتعش الزراعه بالعراق مجددا؟ حقيقة أكو مشكلتين تواجه الزراعة بالعراق، أولا تكلفة الإنتاج وثانيا التسويق الزراعي، هذه هي المشكلتين الأساسية. على سبيل المثال التسويق الزراعي اليوم بالنسبة للدواجن والبيض ارتأوا أن يحلوها على حساب المستهلك، أنه يرفعون الأسعار، يمنعون مستورد حتى ترتفع الأسعار حتى حقول الدواجن تشتغل، بينما سابقا كانت تشتغل حقول الدواجن بالبرنامج الوطني ومحافظ على الأسعار وأيضا محافظ على المنتج حتى لا يخسر ويتعرض لأزمات، هاي كلها كانت أساسيات. اليوم نشوفها ماكو هالأشياء، بالعكس منع الاستيراد أصبح هو هذا القاعدة، تمنع الاستيراد حتى ترتفع الأسعار حتى انت تشتغل. هذا خطأ كبير، واحنا قلنا المشكلة هي بالتسويق الزراعي. اذكر حضرتك الصيف المضى اهل الرقي والبطيخ كانوا ينادون في موضوع التسويق الزراعي، يقولون منعوا الاستيراد لان الموسم ما انضرب، فعلا اضطروا يسدون الاستيراد حتى يسوقون الحنطة البطيخ والرقي، بينما الرقي العراقي على دول الخليج مشهور ومرغوب، لكن مع الأسف اليوم نشوف الطماطة يجي موسم الفلاح يشمرها بالشارع لأن ما تسوى أسعارها رخيصة، وتشوف بالعكس يجي موسم شحيحة والأسعار ترتفع، هي كلها تذبذبات السوق. اليوم اللحوم مشكلة كبيرة تواجهنا، اللحوم اللي هي ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة تكلفة الإنتاج. اليوم علف غالي، أنت تصوري علف ما عندنا ويقولون إحنا دا نصدر علف، يعني ماكو فالتنظيم، فلذلك ارتفعت الأسعار فاضطروا هسه يفتحون. طبعا من ارتفعت أسعار العلف أصبح المربي ما يقدر يربي الحيوان لأن أصبح غالي عليه، فيروح يذبحه بدل ما يحاول يعني ينميه. هذه كلها مشاكل. بعد الاستيراد برأيك هاي الأزمة ممكن تنحل؟ ممكن فعلا تنخفض يعني الاسعار وتصل الى سعر يناسب الفرد العراقي؟ المشكله هي قلت لك اذا قضوا على هاي الحالتين تكلفه الانتاج والتسويق الزراعي راح يرجع انتاجنا بالشكل الصحيح وربحنا بالشكل الصحيح، الفلاح يربح والمنتج والمستهلك ياخذه بسعر جيد، لكن مع الاسف اليوم لحد الان ما نشوف خطوات عمليه على حل هاي المسالتين. لحد الآن أنا بوقتها من قناتكم قلت الهيئة العامة للتسويق الزراعي حتى تكون مسؤولة على التسويق، صوري الهند تريد من عندنا 100,000 طن تمور صار أكثر من 10 سنين مقايضة، ما عندنا أحد يجمع التمور ووديها للهند، هل إحنا ما عندنا تمور لو ما عندنا أحد يجمعها؟ فعلا تعبير ما عندنا أحد يجمعها ووديها للهند سواء التجارة أو الزراعة، اثنينهم يرفضون يقومون بهذا العمل، والهند تريد تمور لكن ما حد يجهزه. هذا التسويق اللي قلنا عليه، اما تكلفه الانتاج المفروض من يجهزها؟ دور من؟ نعم الدور المسؤولي والله حقيقه هم اثنين، هم الزراعه والتجاره، واحد يذبح على الاخر، وبالنتيجه ليش ما يبادرون؟ واردات ممكن تجي للموازنه تفيد المواطن اليوم. بصراحة هي مقايضة، ممكن تدخل آلات زراعية، ممكن تدخل بذور، ممكن أسمدة وتنعش الزراعة مالته، لكن مع الأسف اليوم هذا الواقع حقيقة، لا الزراعة تقبل ولا التجارة تقبل. وسبق أن كانت تجربة يعني من ناحية المبدأ أنه الزراعة كانت تجمع التمور وتحاول توديها للهند، صح فشلت التجربة لكن سوء الإدارة فشلها، أما هي الفكرة كانت ناجحة من ناحية المبدأ أنه نجمع التمور ونوديها للهند، لكن مع الأسف هذا واقع حال. هذا هو عملية التسويق الزراعي اللي أقول لحضرتك عليه. نعم. اليوم بدنا نشوف المنتجات يوم تذبذب، يوم تصعد، يوم تنزل، يوم ماكو بسوق، هذا كله مرفوض نهائيا. إذا مثل ما قلت بالبداية يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية حتى نحل كل هذه المشاكل وننتقل لمرحلة جديدة هو تطوير قطاعاتنا الزراعية. اليوم العالم وين وصل؟ اليوم تشوفين الزراعة الهيدروبونيك الأجروبونيك الزراعات الذكية تطورت بشكل كبير،
متصوري قطعة أرض في مصر 600 متر مربع يعني عدال بيت تنتج 25 طن فراولة بالموسم، يعني تخيلي هالقدوته وش قد إنتاجيته. أما بدول العربية مصر الأولى بالزراعات الحديثة، وتجي بعدها الجزائر ومن ثم السعودية ومن ثم المغرب والإمارات، وإحنا وين؟ إحنا ماكو إلنا ذكر في هذه الجوانب كلها. لازلنا نشتغل على الري السيحي وإنتاجيتنا ضعيفة، ودراسة الجدوى ما نسوي لأن نعرف هذا الزراعة اللي دا نزرعها هي تعتبر خسارة. نعم زين استاذ عادل، طرق الري شو وقت تستحدث بالعراق ونواكب التكنولوجيا والتطور اللي موجود بدول العالم؟ حقيقة بالنسبة لطرق الري بدأ العراق يستوردها ويعممها على الفلاحين، لكن لا زالت البداية هذه. يعني اليوم أنت موقع على عقد 12,000 منظومة ري حديثة راح تدخل السوق المحلية، لكن هاي شو وقت راح تجي، شو وقت راح تدخل؟ أحب أذكرك الوزير السابق بوقتها قال راح أجيب معمل مال الخريف، اتفقت وراح أجيبه، وقال راح أجيب منظومات من السعودية، وأيضا راح الوزير وما جت كل شيء. نتأمل هاي الكميات تجي، لكن المبدأ اللي أقوله إحنا عامل الوقت. اليوم أنت راح تقول لي بعد سنة أجيب المنظومات، أنا أحكي بعد شهر أو شهرين عندي أزمة مي. هي هاي المفروض أنت تقعد خبراء خلية أزمة حتى يحلون المعضلة. إحنا ما معقولة كل شيء تنصفق ويجي مي ونغرق، ويجي الصيف نقول ماكو مي وماكو مي شرب. النقطة الملفتة للنظر أحب أذكرها لحضرتك، نعم، لا زالت وزارة الزراعة وزارة البيئة يزرعون أشجار، يزرعون أشجار بالمؤسسات المدارس. طيب هاي من تزرع أشجار منو راح يسقيها؟ الحارس أكيد. فالحارس بالليل يهد البوري المي ويروح ينام، يقعد الصبح يسده. طيب احنا بالصيف ما عندنا مي شرب، اكثر مناطق تنقطع، يعني انت راح تولد لنا مشكله جديده اللي هي مشكله توفير مي شرب. واليوم نشوف بترشيد الاستهلاك زيدوا اسعار المي على المواطن، يعني انت بدل ما ترشد استهلاكك بالزراعه، بدل ما تزرع بالري السيحي، اليوم غليت المي على المواطن. زين هو المواطن شنو دوره؟ على كل هذا اللي أقوله، المواطن ما له دور يذكر في هاي العملية. يمكن في جزء صغير 5% من الاستخدامات الحياتية هو للمواطن، أما 95% ما حد يروح يرشد عليه. نشوف النفط اليوم كل برميل يستخرج يحقنون مكانه 3 براميل مي. طيب ما تقوم روحوا للبحر وعرفوا عوفونا هذا المي. احنا اليوم نشوف الري بالزراعة، الري السيحي، اليوم انت تسقي بالري السيحي وانتاجك اقل من نص طن بالدونم، بينما الانتاجية توصل طنين. المفروض هذه جذوة اقتصادية، هاي كلها ترشيد استهلاك بالمياه. انت ما ترشد، انت جيت على المواطن زيدوا الاسعار. طيب زيدت الاسعار دطي منها جزء لذول الجبات، حقيقة من جاب لي قائمة تعاركت وياه، هذا ما يستحق ياخذ بد 1% من هالفلوس اللي زيدت الاسعار. هذا اللي نقوله، يعني اكو المفروض ادارة جديدة، اعادة النظر بالسياسة الزراعية والمائية، يقعدون خبراء يناقشون. اليوم هذا كل الشغل غلط، مبني على شلون فكرة أو آراء أو يعني ما أعرف شو أسميها حقيقة. نعم. لكن المبدأ أنت لازم يكون عندك سياسة واضحة. هواية من زملائنا يحجون عن سدود، لازم نبني سدود، لازم نسوي سدود. حقيقة الفضاء الخزني كبير، إذا ممكن نسوي سدود على الزاب اللي هو أكثر الإيرادات تجي، حتى يسيطر عليه بدل ما يدفع حسه 1500 متر مكعب. ودشوفين هاي الارتفاع بالمناسيب كان المفروض يخزنها حتى يقدر يناور بيها. طبعا هاي الكميات المياه كل شتاء هي تجي بهكذا كميات مياه، لكن كل صيف يجي نقول ماكو مي. هذا اللي نقول سوء الإدارة اللي احنا لازم نرشد ونعيد النظر به، نجمع الخبراء. اليوم المجلس الوطني للمياه حقيقة رئيس لجنة الزراعة الأستاذ فالح الخزعلي حقيقة قال لي أنه رفعوه لرئاسة البرلمان من أجل القراءة الأولى والثانية أو تشريعها، وهذا راح يحدث قفزة نوعية بالسياسة المائية، لأن الملف يكون بعد بدولة رئيس الوزراء،
فهو اللي راح يفاوض في كل مباحثات سواء عسكرية أو اقتصادية. بعدين أكو نقطة ثانية أيضا أريد أضيف بالإضافة، إحنا ما نحتاج سدود سواء سد مكحول أو بادوش، لكن ماكو ضير إذا كملتها، إحنا ما دا نحكي عليها كملها ما عندنا مشكلة، لكن أصلا مي ماكو اليوم. بالنسبة للملف الاقتصادي بيننا وبين تركيا، ملف جيد جدا، يقال أنه وصل 20 مليار، المفروض ننوع اقتصادنا، نروح لباقي الدول نجيب منها نستورد حتى نخفف ميزان التجاري مع تركيا، نستغل طريق التنمية مع تركيا من أجل الطلب منها وإجبارها أن تقبل بالتحكيم الدولي. اليوم العلاقة القانونية بين دول المتشاطئة يجب أن تكون بموافقة الدولتين، يعني لازم تركيا توافق حتى ممكن نروح للمحاكم أو نشتكي، هذا يسموه الطرف الثالث. لكن مع الأسف تركيا ما توقع على اتفاقية 92 ولا 97، لأن هذه لها حقوق إلنا وهي أكيد راح تخسر فما توقع، وهي هاي الاتفاقية مشمولة على اللي أعضاء الموقعين، فهي ما موقع عليها ولا إيران فما تشملها، فلذلك احنا ماكو بيناتنا أي اتفاقيات رسمية. من خلال استغلالنا لطريق التنمية والملف الاقتصادي وحتى الملف العسكري ممكن نخلي تركيا توافق وتعيد لنا حقوقنا ونشتغل براحة بعد، بالإضافة أنه قلنا بالبداية لازم نعيد النظر بالسياسة الزراعية والمائية، حقيقة هذه مو صحيح، وعلى مدى سنين احنا نحذر ونقول لكن ما حد يسمع، واليوم وصلنا لمرحلة خطرة الجوز، يعني اليوم حلول السماء زين استاذ عادل، ليش اليوم ما يسمعون صوتكم؟ اليوم عندكم تأثير وعبر وسائل التواصل اليوم عندكم صوت مسموع، بالتالي ليش الحكومة اليوم غافلة عن يعني هاي الخطط اللي تضعوها؟ زين الحكومة اليوم عندها مستشارين، ما شفنا أي دور لهم يعني لحل هاي الأزمة. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا هو ما يسمعون يعني معناه ما يشوفون الإعلام، ما بيها غير تفسير، يعني ما تسمعني معناه انت ما تتابع الاعلام، لان احنا دا نطلع بكل الفضائيات وكل الاوقات ونطلع في لقاءات معاهم، هم موجودين ويؤيدون كلامنا، يقولون كلام استاذ عادل صح، طيب لعد ليش ما تنفذه؟ طيب هاي واحد. زين اذا يطلع هو نفس اللقاء يعني معناتها يسمع كلام استاذ عادل، ليش يوم ما ينفذ او يعني يستشارك اليوم او تكون انت كمستشار لحل هاي الازمات؟ والله يعني عرضت عليهم أن أكون بخدمتهم، أن أكون متطوع بوزاراتهم، لكن ما حد راد وما حد قبل. متطوع وزارة الحكومة؟ كلهم، للزراعة الزيت وللموارد المائية والكل قلنا لهم، لكن هم ما يريدون، يقولون إحنا نكفي ونوفي وإن شاء الله هم الكفاية والخير والبركة. يكفون ويوفون من أي ناحية يعني أستاذ عادل؟ يعني المياده تروح وتنهدر واحنا مقبلين على فصل الصيف ونفس الازمه راح تنعاد والاستيراد لا يزال مفتوح واي مشكله ما راح تنحل لا من الزراعه ولا من الموارد المائيه، وهذا السيناريو كل عام يتجدد. حقيقه اني اقول شيء واحد يعني بصراحه، هو الاعلام ما يخوف. نعم. يعني اني اقول شيء واحد، هو الاعلام ما يخوف، ولا يعني شنو فائده واحد ده يحكي ويعيد صار كم سنه؟ المفروض من يجي المسؤول يقول فلان قال كذا، عادل مختار قال هيجي، شو تقول؟ حتى يصير مواجهه. اليوم الاعلام يجيب المسؤول اعلى مسؤول بالوزاره ويسمعه بس، وكل اللي يقول له هذا المقدم الله اكبر ما شاء الله، شنو ما شاء الله اخي؟ على شنو انت؟ فلذلك انا اقول يجب المقدم اقلها يراجع اللقاءات من المياه في قناته حتى يعرف شنو الراي ويجي يبادر، لكن مع الاسف يعني اليوم نسمع كل الفضائيات، مياه كبيرة وإن شاء الله الصيف خلص وهذا الشتاء أقوى من ذاك وأنواع المديح. وشنو المستفادين إحنا من هذا الكلام كله يعني أستاذ عادل؟ بالصيف أكو مناطق أصلا ما يجيها المي، يعني أكو عالم تترك بيوتها وتروح لغير مناطق تأجر تضطر في سبيل أنه تقدر يعني تحصل المي، يعني معقول إحنا بلد النهرين أعظم نهرين اليوم يوصل بينا الحال لهذا المستوى؟ أرد أوصل لك المعلومة، اليوم إحنا شفنا جت مطرة على قد مليار واحد، يمكن أسبوع خزننا مليار واحد، خلال هذا الشتاء على تصريح المعالي الوزير يقول خزننا 5 مليار، طيب اليوم إيش قد يجينا من تركيا إيرادة؟ هو هذا السؤال،
دي يجينا من تركيا معدل 30 مليار سنويا، 30 مليار متر مكعب سنويا. الأردن بمليار واحد تزرع وتاكل وصدر. بعض الإخوان يقول لي هي الأردن 5 مليون وإحنا 40. طيب 40 بخمسة مليون يعني كم فرق؟ 8. طيب أنت سوي لنا خطة بعشرة مليار، لكن أنت مو خطة 30 مليار وما تعرف تزرع. اليوم طائراتنا معطلة، الطيران لحد الآن صار له 7 سنين معطل، إرشاد زراعي ما له دور يذكر، برنامج زراعي ولا قناة تطلع برنامج زراعي حتى نرشد الناس نوصل لهم معلومات، ماكو. هي هذا السؤال، أنت اليوم ما مهتم بالقطاع كله حتى توصل له. اللي حد قبل أسبوع الفلاحين زرعوا وما يدرون راح تجي أمطار، لو لا عندك ماي، لو أكو برنامج زراعي ممكن تثقفهم. أكو تجاوز اليوم بالمساحات المزروعة، أرقام كبيرة تجاوزوا، والمفروض تنصحهم أنه لا تتجاوزون لأن هذا غلط، هذا أدر للمياه، هذا كله إرشاد. اليوم إحنا ما عندنا لا إرشاد لا تسويق لا تكلفة الإنتاج. نجي على الزراعة المغطاة مشكلة، زراعة حديثة التراكترات مالتنا قديمة، الحاصودات كلها بعد شهرين راح تبدي الحاصودات تحصد، كلها قديمة تشمر جمرات نار. شو وقت راح نحدث؟ شو وقت راح نطور؟ يعني هذا العالم وين وصل وإحنا بعدنا كل خططنا، ومو بس أنا أحكي، كل دول العالم حذروا العراق من جفاف، لكن وين الخطط؟ ماكو. طيب هسه انت لا تسمعني، انا اجي وياك، ما اريد احد يسمعني. طيب وعندك المنظمات الدوليه بالعراق ما تجمع، قول لهم تعالوا جيبوا خبراءكم. يعني شكو منظمه دوليه قاعده هنا بالعراق وكل شغل ما عنده، تجي على مشروع نص مليون دولار، مليون دولار، شنو قيمته هذا؟ اليوم احنا متعرضين لكارثه، لازمه. لكن مع الاسف نشوف قريه الاصلاح، قريه سيد دخيل، قرى بالذيقار وبالعمارة اليوم بالديوانية مشاكل، بالبصرة كلها بعد شهرين وراح تبين الصيف يجي وارتفاع حرارة لأعلى منسوب، أعلى درجة حرارة جديدة راح تصعد بالمحافظات، معنى التبخر راح يزداد، معنى طلب على المي يزداد. طيب شنو دورك؟ ماكو. اليوم المي راح للأهوار، على عيني ما عندنا مشكلة، الأهوار مالتنا، لكن أنا قلت بداية كلامي حافظ على منسوب اللي تقدر تحافظ عليه بالصيف أيضا. لكن شنو فايدة دزيت المي اليوم وشهر الأخ تقول والله حار ونشف؟ هذا مو عمل حقيقة. اليوم احنا عايشين على الله، هو رب العالمين وحده دا يدبره، وهذا أكبر دليل انه انت ما عندك خطة زراعية ولا عندك خطط، انت تعتمد على الأمطار. أكو أمطار تزرع، ماكو أمطار ما تزرع، هذا مو شغل حقيقة. هذا اللي قلنا يجب نعيد النظر. يعني كل الدول مثل العراق اليوم؟ نعم؟ كل الدول اليوم مثل العراق؟ اكو امطار نزرع، ماكو امطار ما نزرع؟ هو هذا يعني انت تخيلي، نجي من الخطة الشتوية للعام الماضي كانت 1.5 مليون على ان تراجع في 15/11 اذا اكو امطار لولا. نعم. جت امطار غزيرة كانت، زيدوها الى 1.5 مليون، وايضا الفلاحين تجاوزوا ب4 ملايين، تخيلي 6.5 مليون صار الزراعه لما جت امطار. طيب وبالنتيجه بالصيف ماكو مي، راح كل المي. هسه اتفقوا انه 1.5 مليون على ان تراجع ب 15/11، من جت 15/11 ماكو امطار، ثبتوها على 1.5 مليون، لكن ايضا الفلاحين تجاوزوا وزرعوا لان شافوا امطار فتجاوزوا ايضا. هذا هو، اكو امطار نزرع، ماكو امطار نصيح لنا الله. وما هو محصول الشلب اليوم؟ تذكرين وقفوا زراعته لان ماكو مي. اليوم الحمد لله وزاره الزراعه بدت راح تزرع محصول الشلب بمنظومات ري حديث، وهذا تطور نوعي، وهذا هو اللي نقوله، يجب ان تطور زراعتك اللي ما تقدر عليه غيره. مثلا اليوم انت رايح تجيب منظومات ري، شو وقت راح تجيبه؟ فنقول اللي عنده منظومه ري يزرع، اللي ما عنده لا يزرع، لان المي هذا ما يصير نضيعه بالسيح، بالري السيح القديم. نعم نعم. زين استاذ عادل، اليوم برايك ما هي الحلول لتفادي الازمه المقبله خلال فصل الصيف؟ حقيقه انا من الاول كنت اقول يعني خليه ازمه هي تنظر للمساله بشكل، يعني أنا أقول اليوم البساتين ممكن نرشد استهلاك المي منها ونطلع أكثر من 2 مليار، هذه 2 مليار إذا جت بحد ذاتها ممكن تنقذ الصيف كله.
لكن مع الأسف اليوم الشركات النفطية ممكن ندفعهم يروحون بتحلية ماء البحر، وهذا أيضا راح يفرق لنا فد مليار مليارين. أيضا ترشيد الزراعة، إعادة النظر، الحقول الدواجن تشتغل المفروض بالبرنامج الوطني، ما تشتغل بهاي الطريقة مال منع الاستيراد. اليوم طبقة البيض بيش، الدجاجة بيش، واليوم احنا راح ندخل رمضان، لو مشتغلين على البرنامج الوطني المربي يكون مرتاح شغله مضبوط، وأيضا نفس الوقت الأسعار في متناول يد الفقير. أيضا محطات الأبقار، اليوم نشوف المحطات الأبقار متوقفة كلها، الإسحاقي، اللطيفية، خل اللطيفية جابوا له أبقار ميتة وهسه غرقان بمشاكله. أما موضوع بحيرات الأسماك حقيقة أنا من الأول قلت الأبقار المستوردة جتي ميتة؟ هي راح دا يستورد وأخذ قرض من المصرف الزراعي وجدت الأبقار ميتة، هو ومجموعة مو بس هو، أكو عشرة منا وأكثر اللي يستورد وياكلها. من يتحمل مسؤوليتها؟ نعم، من يتحمل مسؤوليتها؟ والله أنا حسب اطلاع المصرف الزراعي، لأن هو بوقتها جاب الشركة وقال لهم أنتوا تشترون من هاي الشركة، من طاهم القرض يعني وافق القرض لكن سلمه للشركة على أنه هي سلمهم أبقار، لكن جت الأبقار ميتة وصارت كارثة. يعني صوري المحاكم من راحوا المحكمة، المضحك المحكمة يقول صوتش المربي، يا بليش صوتش المربي، جتي مريضة، هي داية جاية مريضة وماتت يعني. وكل لا كل البيطرة المؤسسات كلها فحصة وقالوا هي جتي مريضة، مو يعني أنا دا أتبلى، كلها كتب رسمية والقضاء يقال أنه يعني ما شك أحد. الشغلة الأخرى اليوم إحنا عندنا منفذ على البحر، ست العزيزة، منفذ على البحر وعندنا مياهنا الإقليمية بالفاو، من شغل عندنا 1500 زورق عاطل عن العمل بمياهنا الإقليمية، ما تشغلها نش تنتظر، هذه تجيب لك إيرادات أسماك أنواع أشكال. أما الصيد في عالي المحيطات من الخليج، أكو دولة بالعالم عندها منفذ على البحر ما يكون غذاء الرئيسي أسماك؟ والله أنا أتعجب، بس العراق. الصوري هسه الشركة الروسية اللي كانت تعمل بالأسطول مالنا العراقي مال قبل جاية تريد تعيد إنشائه مع العراق بالتعاون، ما حد يقابله ولا حد يشوفه حتى يرجع الصيد اللي بالمحيطات، وهذا يجيب لنا كل سنة أكثر من 200,000 طن. تخيلي هذه كل خيرات البلد، لكن مع الأسف اليوم بحيرات الأسماك لا زالت وزارة الموارد المائية تفلش بيها. طيب هاي صار لك سنة، سنة ونص انت تفلش، معناش قد بحيرات متجاوزة كانت، وين كنتوا؟ ما حد باوع، ما حد شاف، وهاي السنين كلها احنا نصيح المي ماكو مي ماكو، ما حد باوع، وهاي كلها غير مجازة. يعني واضح سوء إدارة ملف كامل للأسف. بالنسبة للمياه الجوفية إذا تسمحي لي حتى أيضا يكون واضح، أنت صار 4 سنين تزرع كل سنة 4 مليون دونم على المياه الجوفية، بحيرة ساوة جفت، عين ترمة جفت، عين تمر جفت، شرق سامرة جف، جنوب سنجار جف، بالإضافة أي واحد عنده بير هسه تروحين تسألي يقول لك كان كل فترة عمق لأن منسوب المي ينقص. فإذا واضح اليوم عند بحيرة ساوة لحد الآن ما رجع، صار يمكن سنتين، شنو معناها؟ مناسيب خفضت. أما يجي واحد يقول والله إحنا المي غزير والمي، يعني هذا مي خزين استراتيجي ما يكون الضحي بأشياء أخرى. اليوم عندك النخيل، حقيقة اليوم توجه لزراعة النخيل، العراق يتوجه لزراعة، لكن اليوم عندنا سوسة الحمراء انتشرت بالعراق وهي سرطان النخيل، هاي طب بطن النخلة وما تطلع إذا ما تحرقيها للنخلة. تخيلي أكو دول ضحت بمليون ومليونين نخلة حتى تخلص منها، طيب إحنا شلون راح نخلص وما شاء الله اليوم زراعة النخيل على ودنه. أيضا التسويق، التمور لا زال ضعيفة، أنت شقد ما راح تنتج طالما أنت ما عندك تسويق، راح يبقى التمر بأسعار زهيدة وهنا أيضا تنتكس. هاي كلها قطاعات لازم يقعدون الخبراء يحلوها قطاع بقطاع، مو يعني مثل ما نسمع اعتباطا واحد يقول خلنا نبني سدود، الحل مو بالسدود، أنت دا تجيك 30 مليار شلون تكفي نفسك بهاي؟ اما انت تبني سدود حصاد المياه، اريد اتكلم عنها ايضا، العراق يريد يبني 36 سد حصاد المياه، صار يمكن فتره احنا بس نسمع، السعوديه تريد تبني 1000 سد
خلال ثلاث سنين، ألف سد بثلاث سنين، وانت 36 اللي هسه بعد ما بادي. تخيلي هذا اللي اقول العالم ده يشتغل. ايضا احنا حكينا على المياه الجوفيه، اذا تسمحي لي ايضا نحكي على الاستنطار الصناعي حتى لا يفوتنا هذا الموضوع، حتى يكون ملم بالموضوع. الاستنطار الصناعي حسب تجربه الاردن، اليوم الاردن كان عنده تجربه جيده بالاستنطار الصناعي. اليوم كل ثلاث ايام مطر، كل ثلاث ايام مطر ينتج لك مليونين متر مكعب مي، كل ثلاث ايام ينتج مليونين. زين ليش احنا ما نسوي هذا الاستنطار الصناعي؟ شنو الامكانيات اللي نحتاجها؟ ما عندنا مشكله، هي مو صعبه، لكن انا دا اضرب لك اياها من ناحيه هل هي اقتصاديه. يعني احنا نريد الاهم والمهم. ياهو الاهم، انت تروح تسوي سدود لو هذا المي اللي يجيك كفي نفسك، السد بعد ثلاث سنين اربع سنين ما تخلصه، لكن هذا المي من ترشد استهلاكك راح تبني زراعه متطوره بالمي اللي يجيك. فالامطار قلنا كل ثلاث ايام ينتجنا مليونين. طيب بالسنه خلينا نقول نسوي استنطار بالعراق 24 ساعه وعلى مدار السنه، يعني يومين قاعدين الصبح تلقين مطر. ايش قد راح تجي الكميه؟ يعني 120 مره استنطار في مليونين 240 مليون متر مكعب فقط، وهذه الفيضان مال اربيل 400. يعني تخيلي حتى ما تجي فالكميه تذكر، حتى لان بعض الاخوان واسمعت دا يشتغلون على الاستنطار ويريدون، يابا اليوم انت دا يجيك مي، دا يشتغل صح بالمي اللي يجيك وطور، تريد استنطار، تريد تحليه ماء البحر، شو تريد؟ سدود، ابني شو عجبك. لكن انت المبدا دا يجيك 30، المبدا ال 30 مليار رتب امورك بحيث يكفيك، هذا اللي نقوله. انت دا يجيك مي، لكن مع الاسف ماكو استهلاك للمي بالشكل الصحيح. نعم. شكرا لك استاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي، شكرا انضمام كيوم ويانا، شكرا للمعلومات القيمه والمهمه اللي كل حلقه يعني تزودنا بها، ونتامل انه الحكومه تتابع هاي الحلقه او تعمل برسم خطه رصينه لتفادي الازمه المقبله. تحياتنا اليك. شكرا جزيلا، انا وسهلا. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا، انتظرونا يوم غد، الى اللقاء.